نشوفوا لقاء تواصلي مع وفد إيسلندي رفيع المستوى يضم مسؤولين قضائيين حقوقيين سياسيين مجالات مختلفة نخب من دولة إيسلندا. المجلس أعلى السلطة القضائية اليوم يؤكد على انفتاحه على هذه المؤسسة بمناسبة وطنية كبيرة وهي ذكرى المسيرة الخضراء. كان لابد أن المجلس بطبيعة الحال كما تعلمون هي قضية الجميع ومسؤولية الجميع، فبالتالي هي قضية لها جوانب قانونية لها جوانب حقوقية، كان لابد من إبرازها في لقاء مثل هذا بالحجة والدليل بالوثائق. أيضا كانت فرصة لنا لنعبر على أن المسيرة الخضراء، فلسفة المسيرة الخضراء، روح المسيرة الخضراء ما زالت مستمرة من خلال هذه الأوراش الكبرى التي يعرفها المغرب. المسيرة مستمرة، ومن أهم هذه الأوراش ورش استقلال السلطة القضائية، فكان لابد من إبراز هذه المظاهر، مظاهر استقلال السلطة قضائية، ظهورها في ضمان الحقوق والحريات، الأوراش المفتوحة في هذا المجال. إذن لقاء بأبعاد متعددة تاريخية حقوقية قضائية، أبرزنا وضعية المرأة القاضية في المغرب، أيضا كنموذج لتطور هذا المجتمع. إذن هي كلها عناصر كانت حاضرة موضوع لقاء هذا اللقاء التواصلي. والأكيد أن أعضاء الوفد يعني برز تجاوبهم وبرز يعني تفاعلهم الإيجابي مع كل ما قيل لهم وكل ما شاهدوه وكل ما لمسوه. أكيد هي فرصة بالنسبة لنا لإبراز هذا البعد الوطني. هي مقاربة جديدة، مقاربة الانفتاح، مقاربة التواصل، وعدم ترك المقعد الفارغ دوليا لأي أحد اللي يقول ويزور أو يقول ما هو غير حقيقي. لدينا وثائق، لدينا شواهد دعمها القضاة وأنتجها القضاة، كلا لابد من إبراز هذه الذاكرة القضائية وهذا التراث القضائي وطنيا ودوليا. وأكد أنه عندما يأتي الخطاب من قاضي لقاضي يكون تأثير أكثر أيضا. فالحوار أعتقد بأنه كان مهم جدا ولابد من مؤسسته وجعله يعني أداة عمل دائما داخل البلد. Être venu au Maroc avec une délégation de l'association des juristes en Islande. Tels visites sont un facteur important des activités de cette association. Et l'objectif est évidemment d'élargir et enrichir la connaissance des membres de l'association sur le système juridique au Maroc et d'établir des contacts avec les collègues et de partager des liens personnels et culturels. بسم الله الرحمن الرحيم. هي الأولى كان نبدأ بها. اليوم شاركنا مجموعة من الوثائق من خلال زيارة هذا الوفد الاسكتلندي لمحكمة النقد. وهذه الوثائق هي وثائق معالجة مخبريا تبتدئ من أواخر القرن التاسع عشر إلى ما قبل الحماية، وتنم ونستنبط منها ونستشف مدى علاقة رعايا أهل الصحراء بسلاطين المغرب. وهذه الوثائق ليست تتعلق بسلطان واحد، هي تبتدئ من الحسن بن محمد بن عبد الرحمن، ثم المولى عبد العزيز بن الحسن بن محمد عبد الرحمن، ثم المولى عبد العزيز، ثم المولى عبد الحفيظ بن الحسن بن محمد بن عبد الرحمن. وهناك وثائق أيضا أخرى تتعلق بتعيين مجموعة من القضاة من طرف قضاء قاضي حمراء مراكش، والذي كان يعد في آنذاك بمثابة وزير العدل إبان حكم ما قبل الحماية. وهذه الوثائق هي إما بيعات، إما رسائل استغاثة، إما تنديد بالتدخل الاستعماري الإسباني الفرنسي. وهي حينما نقوم بدراسة هذه المخطوطات نجد بأن أهل الصحراء لم يكونوا أبدا بعيدين عن مشاكل المغرب وما يتعرض له المغرب من محاولات احتلال الدول الغربية أو الدول الاستعمارية آنذاك. ثانيا هذه الوثائق تضم كل أجداد أهل الصحراء، كل أجداد ساكنة الصحراء الآن، بحيث نجد أن الوثيقة الواحدة يجتمع فيها 72 شخص من أعيان الصحراء في القرن الثامن عشر، وهذا وهم أجداد أهل الصحراء، هم أجداد ساكنة الصحراء الآن. وهذا إن دل على شيء
بلا ريب ولا شك بأن الصحراء لم تكن ولن كانت إلا مغربية، ومن يشك في ذلك عليه أن يأتي بالبرهان، والله سبحانه وتعالى قال آتوا برهانكم كنتم صادقين. وأنا من هذا المنبر أوجه لإخواني من يشكك في قضية الصحراء فليأتي إلى خزانة الدكتور سيبويه عبد الوهاب، وأهلا وسهلا ومرحبا به، نزل أهلا وحل مرحبا وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما تنساوش تكليكوا على الاشتراك على قناة الصحيفة 24، وكيف ما تنساوش زورونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.